دلوقتي هنعمل مع بعض الفراخ بالكاجو، ده طبعا طبق مشهور جدا في الاكل الاسيوي. هنعمله باسهل طريقه ممكنه. عندنا صدور فراخ متقطعه مكعبات يعني متوسطه في السمك وفي الحجم. عندنا دقيق او دقيق ابيض، عندنا زيت للقلي، كاجو محمص، فلفل رومي مكعبات، جنزبيل فريش، بصل مكعبات، عندي خل الرز، نشا، اويستر صوص وصويا صوص وميه وسكر وزيت سمسم. طيب الاويستر صوص اللي بيحبوا يحطوا يحطوا، اللي ما بيحبوش ما فيش مشكله، هنكتفي بالصويا صوص. هنعمل ايه؟ اول حاجه هاخد بوله كبيره هنا، هحط فيها الدقيق، معاه رشه ملح، رشه فلفل اسود، وانزل الفراخ فيه، وهقلبهم تقليبه. عندي زيت على النار بيسخن ومش غزير قوي، يعني شويه زيت. بسم الله، المهم ان هو يكون حامي. هسيب الفراخ تاخد شويه لون ازيد من كده وهبتدي اشتغل هنا في الصوص. هنعمل ايه بقى؟ هاخد نقطه زيت سمسم هنا كده، جنزبيل فريش، بصل، فلفل رومي متقطع مكعبات كبيرة زي ما انتوا شايفين. هنا هحط معلقتين سكر، صويا صوص، الخل، الاويستر صوص للي بيحبه او للي متوفر عنده، ومعلقة صغيرة مش اكتر من كده، النشا اهو، بصوا بدأ ياخد اللون، ابتدي انزل عليه الكاجو، يفضل يكون محمص. نقلب. بصوا الفراخ نزلت اهي هنا، وبعدين ابتدي انزل بقى الصوص واتاكد ان النشا دايب عشان ما يكلكعش معايا. بسم الله، ونقلب. احتاجنا ميه، هنزود ميه على المقدار بتاع الصوص، مش هزود من مقدار الصوص اي حاجه لان هو مركز